محصورة إيش محصورة ولكن قبل الحقيقة وجيتي هناك ديك القفازة ديالك جيت أنك تورط المجلس الموقر وهذا هو توجيه المسار ديال المجلس الموقر ولكم كان كامل الصلاحية في خلق مسرحيات من التفاهة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، سيد ممثل السلطة، السادة والسيدات المستشارات المحترمات، رجال الصحافة، خطب الجماعة، أيها الحضور الكريم. في علاه السيد الرئيس التدخل ديالي في إطار النقطة السيدة من أجل إحاطة المجلس علما. وحال قولة شهيرة تقال هو أنه أفعال العقلاء منزهة عن العبث. سيد الرئيس نحن هنا نمارس العبث، نعمل على مضيعة الوقت، نحن استدعينا بجدول محكوم ومقنن في إطار نقطة فريدة هي مشروع تعديل الميزانية بناء على الملاحظات التي أتت بها السلطة. أين هو التعديل سيد الرئيس؟ ماذا نمارس الآن؟ شمن تعديل؟ مع العلم أنكم سيد الرئيس ما قمتوش بعرض الرسالة الموجهة إليكم من طرف السلطة على مكتبكم الموقع. شكون كيسير؟ ما عرفناش شكون كيسير. نورمالمون خصها هاد الوثيقة خصها تنزل المكتب وبالتالي يناقش التعديلات والملاحظات اللي طلبت بها السلطة، ثم كيعمل تصور وديك التصور ديالو هو اللي كيمشي كيتعرض على اللجنة المالية، كذلك بناء كعرضية ديال ديك التصور كتناقش هي التعديلات المقترحة. عاد ديك الساعة كنطالبوا بعقد دورة استثنائية باش حنا هنايا الأعضاء كاملين يجيو يناقشوا هاد التعديلات. غتقول لي لأن علاش السيد الرئيس باش تكون واضح يجب كشف المستور ما وراء الدعوة إلى دورة استثنائية دون تعديل عليه علامة استفهام. وعلاش دار السيد الرئيس التعديل في الميزانية السابقة؟ علاش دار؟ واش هاد المستجدات والإكراهات المالية عاد ولدت هاد السنة هذه؟ الله أعلم، خصكم تبينوا السيد الرئيس. ثانيا أنا مجلس، اش كطالب مني؟ أنا كنعرض اللجنة بعدك عملت وثيقة إنشائية ثلاثة الكلمات، ما عرفتي علاش اجتمعت وعلاش خلصت أننا إعطاء المجلس الموقر كامل الصلاحية. أما فيما يخص السيد الرئيس، حنا عارفين تا الميزانية شكون اللي بغا يمشي فيها
الى عمق الزجاجه باش نكونوا واضحين. عارفين شكون بغا يمشي ليه عمق الزجاجه؟ هو واحد الفاعل السياسي مع كامل الاسف خصو يعرف كل شيء. المسار المهني ديالو عمل سبعه الشركات كاملين مشاو ديفيسيت. عاد عرفت انا علاش مشكل كاين في الميزانيه. واللي ماشي بديفيسيت في المهن الشخصيه ديالو يستحيل انه يخلق تصور او يعمل بصمه ابداعيه على الميزانيه. وحنا واضحين الان البلاد ما وقفاش اننا ندخلوا في صراع باش نكونوا واضحين. والبارح الدارس مكناس تعديلات من حزب العداله والتنميه. لا شنو هما ملائكه في مكناس داروا الناس تعديلات سيبوا نوع من التعديلات وصدقوا عليهم شو بحال. علاش اللي هما بالدار وجيتي هنا ديك القفازه ديالك جيت انك تورط المجلس الموقر باش يمشي في اتجاه معين. انا ارفض هذه الجلسه السيد الرئيس. وديك الاتجاه اللي باغي تشيلي له زيد ليلو. معروف انا ما عملتش تعديلات غنصيب لك الكره من بعد شحال وقع. اما ديت ما غاتخلص شي الناس عايز يخرجوا يدابزوا. انا جيت في السياق ديال 20 فبراير اليوم خصني عاود نرجع في سياق اخر اللي هو خطاب المظلوميه. وهذا هو توجيه المسار ديال المجلس الموقر ولكم كامل الصلاحيه في خلق مسرحيات من التفاهه.